قتل، نزوح، دمار وألغام، نتائج كارثية لخروقات ميليشيا الحوثي في الحديدة، وقد وثقت تقارير محلية أكثر من 880 خرقا منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار، وأكدت تقارير رصد سقوط 56 شهيدا وقرابة 380 جريحا بسبب تلك الخروقات. الألغام المزروعة عمدا في الأحياء السكنية والطرقات مدينة واريا في الحديدة تسببت بحصد الكثير من أرواح المدنيين ففي الطريق الواصل بين منطقة المسنة وصوامع الغلال في مدينة الحديدة استشهدت امرأة وأصيب طفلان من أبنائها بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم زرعته الميليشيا كانت ميليشيا الحوثي قد قصفت بشكل عشوائي الأحياء السكنية في مدينة التحيتة بالحديدة مستخدمه قذائف الهاون والمدفعيه واكدت مصادر محليه ان القصف العنيف تسبب بحالات من الذعر بين النساء والاطفال وادى الى دمار العديد من المنازل استمرار القصف العشوائي وزرع الالغام اجبر الكثير من العائلات على ترك منازلهم وقد نزح قصرا سكان حي المنظر بمديريه الحوك باتجاه مستقبل مجهول ومؤلم تاركين وراءهم ذكريات من القهر والاسى ومراره الخذلان